مرحبا. حقيقة لو سمحت، يعني الملفات التي تحال أمام القضاء المتعلقة للنشطاء، يعني كرجل قانون يعني ملزم أن ايه نقول نتكلم يعني بكل قانونية وبكل قواعد إجرائية وقانونية. هي يعني لا يجوز لنا كقانونيين أن نتكلم على كل الملفات على العموم، أي أنه تختلف القضايا من ملف إلى آخر ومن هيئة قضائية إلى أخرى بطبيعة الحال. كذلك يعني هذا لأن هناك مبدأ قانوني يتفق عليه الجميع، وهو شخصية الأفعال وشخصية المسؤولية الجزائية، يعني حتى نتفق على هذه النقطة. ولكن يعني قبل أن أجيب على سؤالك، الخروقات التي تطال القانون وتمس بالحقوق والحريات، والتي في حقيقة الأمر لم نعيشها فقط في هذه الفترة بل منذ أمد طويل، قبل كل شيء أو أول الخروقات هو أصلا يعني اللجوء إلى التوقيفات وإلى يعني التوقيفات للنظر التأسفية وإلى الحبس المؤقت، إلى درجة أنه أصبح يعني قاعدة عامة. في المقابل هو من المفروض أن يكون يعني قاعدة استثنائية حددها القانون. فهذه من بين أولى الخروقات والإجراءات التي يعني عرفناها وشهدناها ودقينا ناقوس يعني تجاوزاتها أمام الجهات المختصة. أما عن الفترة الحالية والتي يعني حقيقة هناك، خاصة يعني زملائكم في المجال، يعني مجال الإعلام ومجال الصحافة بما فيهم يعني الصحفيين الذين ينشطون أو يمارسون مهامهم في مؤسسات إعلامية يعني معتمدة ومرخصة ويعني معروفة عنها أنها يعني أحيانا حيادية وأحيانا تثمن يعني وتزكي السياسة التي تنتهجها السلطة. فأعتقد بأنه حقيقة أوافقكم الرأي، خاصة في هذه الفترة أين سوف يعني الأنظار ستتوجه إلى الجزائر بمناسبة القمة، وكذلك المبادرة التي قامت بها الجزائر فيما يتعلق لم الشمل بين المصاب يعني بين مختلف التشكيلات السياسية الفلسطينية. ولكن أستاذ صديق، هناك من يقول أنه الأجهزة القضائية والسلطات القضائية ما تزال تأخذ بهذه المحاضر الأمنية، الاستنطاقات والتحقيقات التي تجري في مخافر الشرطة، وفيما بعد ممكن 6 أشهر، ممكن أكثر من عام، يرى القاضي أن هذا ملف فارغ فيطلق سراح كثير من الناشطين مثل ما جرى في الأيام الأخيرة. نعم، هي في الحقيقة محاضر الضبطية القضائية أو الشرطة القضائية أيا كان نوعها، سواء درك أو الأمن الداخلي أو الشرطة، القانون يعني الإجراءات الجزائية حدد يعني درجة قوتها، بحيث أنها لا تعتبر إلا على سبيل يعني الاستدلال، ولا يمكن أن تكون دليلا أو قرينة أو مرجعا قانونيا تلجأ إليه السلطة القضائية. ولكن يعني سيدي الكريم، ما نلاحظه في الميدان هو أن هذه المحاضر، خاصة يعني لما تتعلق ببعض يعني الشخصيات المعروفة بنشاطها في الحراك، أصبحت يعني تؤخذ بها في الكثير من الملفات. وهذا يعني أعتقد ويتفق كل رجال القانون بأنه يعني مجانب للصواب. ولكن يعني حتى نكون يعني صرحاء ومنطقيين، وباعتبار نحن في الميدان ونمارس، هناك الكثير من الجهات القضائية ومن يعني المحاكم والمجالس القضائية يعني لا تعتمد على هذه المصادر كمرجع في الإدانة أو التبرئة أو يعني بناء حكمها. حقيقة يعني التعبير عن الرأي أو ممارسة الحقوق وممارسة السياسة يعني ليس لا يعني لا يوجد أي نص قانوني يجرمه، ولكن طيب. في المحاضر التي ترفق إلى العدالة نجد دائما يعني ترفق وتكيف على أساس أنه مساس بسلامة وحدة الوطن أو تجمع نعم. غير مسلح أو غيرها من الجنح والجرائم المنسوبة والمقننة في القانون العام أو في قانون العقوبات.